يمتاز الخبز الباكستاني بتعدد أنواعه وأصنافه، وفي الوقت الحالي بدأ الباكستانيون بفتح مقاهي خاصة بأنواع حديثة من الخبز المحشي بمذاقات مختلفة. تشتهر مدن الشمال السوري بالأسواق المتنقلة التي تحل كل يوم ضيفاً خفيفاً في مكان مختلف. صور متنوعة رسمها وصورها المسيحيون الأوائل هنا في مدافن البجوات بمدينة الخارجة، وكيف عاشوا وكيف انتهت بهم سبل الحياة.